المسودة مع عمرو فاروق. في حلقة اليوم، كيف يحاول التنظيم الدولي للإخوان تبرئة سيد قطب من قضية التكفير؟ من هو المؤسس الحقيقي لجماعة التكفير والهجرة؟ ما هي أسرار الوقيعة بين سيد قطب وحسن الهضيبي؟ لماذا يدافع إخوان الأردن عن كتابات سيد قطب؟ تابعونا. أهلا بيكم. يا ترى إيه هي الخناقة اللي شغالة دلوقتي بين جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير وبين جبهة تركيا بقيادة محمود حسين بسبب سيد قطب؟ وهل فعلا جماعة الإخوان تخلت عن أفكار سيد قطب؟ طب هل كتاب دعاء لقضاء بيعتبر المنهج الفكري لجماعة الإخوان؟ طب هل حسن الهضيبي كتب بخط إيديه كتاب دعاء لقضاء أم أن هناك مؤلف آخر سري؟ ابقوا معنا. المسودة مع عمرو فاروق. سيد قطب شخصية مثيرة للجدل، وهو عايش وهو ميت. الجميع يعلم أنه هو صاحب البصمة الحقيقية في نظريات الحاكمية وجاهلية المجتمع والعزلة الشعورية وتكفير الأنظمة السياسية، وهي دي المفردات الفكرية اللي بنت عليها جماعة الإخوان ومشروعها داخل المجتمعات العربية والغربية، وخرج منها التيار القطبي اللي هو مسيطر فعليا على التنظيم بالكامل بقيادة إبراهيم منير، لأن إبراهيم منير هو أحد قيادات تنظيم 65. دلوقتي تنظيم جماعة الإخوان اللي موجود في لندن بيحاول غسل سمعة سيد قطب من مفردات التكفير، وبيحاول أن يقول أن أطروحاته كانت أدبية أو بلاغية، وأنه ما قصدش منها تكفير المجتمع أو تكفير الأنظمة السياسية. في 2020 ياسين أقطاي سكرتير التنظيم الدولي ومستشار الرئيس أردوغان أصدر كتاب مهم جدا بيحاول فيه تقديم سيد قطب برؤية ليبرالية. بمعنى إيه؟ إنه هو راجل أديب وراجل بيمتلك من البلاغة ما جعله يعني الناس تاخد كلامه على محمل غير مقصود. كتابه طبعا جه تحت عنوان سيد قطب بين غلو محبيه وظلم منتقديه. هنا التنظيم الدولي فعليا بيحاول إعادة تقديم سيد قطب بشكل مختلف تماما، بعيدا عن أطروحات التكفير وجاهلية المجتمع وتوظيف القوة من أجل إقامة الدولة الإسلامية أو دولة الخلافة. تعالوا كده نشوف ياسين أقطاي بيقول إيه عن سيد قطب ونرجع تاني. سيد قطب انضمامه إلى الإخوان وبعد ما تأثيره أصبح أكثر مؤثرا في أفكاره وفي نشاطه في الحركة، كتب في ظلال القرآن، ويعني فكره وتفسيره في هذا كان له أدب، يعني قوة في الأدب، وقوة التفسير لم تأتي من المعلومات الذي يأتي في بعض التفاسير التقليدية، ولكن تقارب أسلوبه بلاغته في الأدب، ولكن في فلسفته، ولكن كان له بعض أفكاره، كان له مغامرة في تأثير سلبي كمان، يعني التأويلات وتفسيرات لأفكاره هي الذي أنتج منها الفكرة التكفيرية. والحسن الهديبي المرشد العام الثاني في الحركة الذي كتب، يعني اضطر أن يكتب هذا، أظن كتب كتابين، واحد منهم الدعاة لا قضاء. وهذا الدعاة لا قضاء كان يرد على انعكاسات، لا أقول على تأويلات سيد قطب. زي ما شفنا كده ياسين أقطاي بيحاول أنه يعمل إعادة صياغة لسيد قطب في إطار فكري بعيدا عن المنهج الحركي والتنظيمي. سنة 57 صدرت الطبعة الأولى من كتاب في ظلال القرآن،
وكانت عبارة عن تفسير 18 جزء من القرآن الكريم. بعد تجربة سجن 65 سيد قطب داخل السجن كمل ال 12 جزء الباقيين وعمل إعادة تنقيح لل 18 جزء اللي اتطبعوا في الطبعة الأولى، وصدرت الطبعة المنقحة اللي هي الطبعة الثانية المعتمدة حاليا من جماعة الإخوان حتى هذه اللحظة. طبعا عملية إصدار الطبعة الثانية بتنفي تعذيب سيد قطب داخل السجن، لأن الراجل كان عنده قدرة أنه يفكر ويصيغ ويكتب ويطلع الطبعة الثانية اللي هي أصبحت مرجع مهم جدا لكوادر وقواعد جماعة الإخوان. كتاب في ظلال القرآن هو المصدر الأول لقضايا التكفير والحاكمية، وليس كتاب معالم في الطريق، لأن كتاب معالم في الطريق هو استخلاص لأفكار ونظريات قطب في كتاب في ظلال القرآن. التنظيم الدولي دلوقتي بيحاول يعتمد الطبعة الأولى فقط لكتاب في ظلال القرآن اللي هي خرجت جزئيا بعيدة عن التكفير والغلو، وده بيجي في محاولة لإعادة طرح سيد قطب على إنه راجل أديب وبيمتلك من البلاغة اللي وصلت فكره بشكل غير صحيح للناس. وزي ما كانت المسودة هي مصدر تسريب القيادي الإخواني أحمد مطر وتسريب القيادي الإخواني محمد العقيد، هنزيع لكم دلوقتي تسجيل صوتي للقيادي الإخواني الأردني صلاح الخالدي وهو بيكشف الأزمة المشتعلة حاليا بين قيادات جبهة لندن وقيادات جبهة تركيا. يلا بينا نسمع نرجع تاني. الحقيقة فاجأتني أخي أيمن بالخبر الذي أرسلته لي هذا الصباح حول نية بعض الإخوان أن يطبعوا الطبعة الأولى من الظلال قبل سجن سيد قطب، وجيد أنك أنت اعترضت عليه ونصحتهم أن لا يطبعوه، وهذا جيد. أخي أيمن، هذا عبث في الظلال، تلاعب في الظلال، لا يجوز شرعا. سيد قطب ختم حياته مع الإخوان في مصر، وقال تنظيم الإخوان بال65 بإذن المراقب العام الهضيبي رحمه الله، ومعالم في الطريق كتبه وقاله الهضيبي وأثنى عليه وقال: ليس عندي الآن غير سيد. وإذا كان بعض الإخوان يريد أن يتبرأ من سيد، بعض الإخوان بين قوسين المنهزمين نفسيا يريدون أن يتبرأوا من كلام سيد، يفعلوا ما شاءوا. نحن لا نلزمهم أن يأخذوا بكلام سيد، حتى لو كانت قيادة الإخوان لا يعجبها كلام سيد لا نلزمها بذلك، لكن أن يعبثوا بكتبه هذه جريمة. أقول هذا عبث، ليس خطأ، هذا عبث في الظلال. سيد طبع الطبعة الأولى من الظلال، وأنت تعلم فرق بعيد بين الطبعتين. الطبعة الأولى من الظلال ليس فيها خطأ قبل أن يدخل السجن، لكن ليس فيها إبداعات الطبعة المنقحة، لكن الله فتح عليه بالكلام الرائع في الطبعة المنقحة بعد تجربة السجن. مجرم من يظن أو من يقول إن السجن أثر على سيد، ولا أرى أن يرتكب بعض الإخوان سواء كانوا قياديين أو غير قياديين أو ناشرين أو غير ناشرين أو إعلاميين هذه جريمة عظمى، بل هي خيانة. لم أرى في الطبعة الجديدة المنقحة المنتشرة الآن أي مخالفة شرعية أو عقلية أو تنظيمية. أما الشبهات التي أثارها أعداء سيد، أعداء الإسلام، فهي شبهات وأكاذيب. يبدو أن بعض الإخوان المسلمين المصريين في الخارج متأثر بالضغوط العالمية على فكر سيد. صلاح الخالدي أحد قيادات الإخوان بالأردن، فلسطيني الجنسية، وكان موجود في القاهرة وقت إعدام سيد قطب وقضية تنظيم 65، وكان شاهد عيان على الكثير من الأحداث، وده حتى كان واضح من خلال التسريب الصوتي. التسريب الصوتي بيأكد لنا مجموعة من الحقائق. أولا، إن جماعة الإخوان لم تتنازل عن أفكار سيد قطب على مدار تاريخها. كمان جماعة الإخوان يعني مررت أفكار سيد قطب
للقواعد التنظيمية بعلم وموافقة حسن الهضيبي. نمرة 3، جماعة الإخوان حاليا أو التنظيم الدولي تحديدا بيحاول غسل سمعة الجماعة من أفكار التكفير اللي طرحها سيد قض، وتقديم الجماعة على إنها جماعة ليبرالية. يا ترى إيه هي حكاية كتاب دعاء لقضاء اللي كتبه حسن الهضيبي بيرد فيه على أفكار التكفير طالما إنه مؤيد لأفكار سيد قض؟ تعالوا كده نسمع مأمون الهضيبي ابن حسن الهضيبي بيقول إيه عن قصة تأليف كتاب دعاء لقضاء. فطالب انه يعني تجتمع يعني نعمل بحث فقهي للرد على هذا المذهب. اذا هو الكتاب او البحث كما قيل انه بحث انذاك، واستغرق نحو اعداد نحو سنه ونحن في معتقل الطور السياسي، وانتهى. ثم طبعا كانت الناس اللي بيعمل الذين يعملون في هذا البحث يعملون تحت اشراف المرشد حسن اسماعيل الوضيب المرشد انذاك. بعد ما شفنا الفيديو كده، مأمون الهضيبي بيأكد ان ابوه ما كتبش كتاب دعاء لقضاء، وان الكتاب لا يعبر عن المنهج الفكري لجماعة الاخوان. طيب السؤال هنا اللي بيطرح نفسه، مين فعلا المؤلف الحقيقي لكتاب دعاء لقضاء؟ تعالوا كده نشوف اللواء فؤاد علام بيقول ايه، خاصة انه كان شاهد عيان على تلك المرحلة. هو بس التعليق على بعض ما أثير الكتاب دعاء لقضاء اللي حضرتك أشرت إليه على أنه مرجع ما لا يعرفه كثيرين، مع أن أنا قلت القصة دي قبل كده، أن هذا الكتاب كان من إعداد الأمن في هذه المرحلة. صحيح. نعم صحيح. أيوة أنا عارف. مش حسن الهضيبي اللي كتبه؟ لا 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 كتب لحسن. لأول مرة حأقول الاسم. الله يرحمه الشيخ جمال قط كان صاحب الكتاب، هو اللي قال الأفكار الدينية كلها والآراء الدينية اللي طرحت في كتاب دعاء لقضاء. مع مجموعة من علماء الأزهر هم اللي أعدوا كل الأفكار دي اللي احنا دفعناها عليهم. الله يرحمه. كلام اللي وقف فؤاد علام في جزء من الحقيقة وجزء مش حقيقي، لأن الشيخ جمال قض في التوقيت ده كان عنده تقريبا 18 أو 19 سنة، وصعب جدا إنه يكون هو صاحب الكتاب اللي بيرد على أفكار سيد قض، خاصة في قضايا الحاكمية وجهلية المجتمع. الحكاية دي هتلاقوها عندنا احنا بس في المسودة. داخل السجن سيد قض ألف كتاب معالم في الطريق اللي أفكاره عملت أزمة كبيرة جدا داخل السجون المصرية، وكانت البداية الحقيقية لميلاد جيل جديد من التنظيمات المتطرفة، والبداية لبلورة الطيار القطبي اللي هو رفض يصلي في المساجد واعتبر المجتمع جاهلي وكافر. ومن أشهر رموز هذا الطيار محمد يوسف هواش وعلي عبدو إسماعيل وعبد الفتاح عبدو إسماعيل وأحمد عبد السميع وعبد المجيد الشاذلي. بعد إعدام سيد قطب، التيار القطبي انقسم على نفسه، مجموعة تمسكت بتنظيم جماعة الإخوان لكنها كانت متأثرة بالفكر، ومجموعة تانية قالت لا احنا لازم نعمل جماعة جديدة وسموها جماعة المسلمين. الجماعة دي كفرت المجتمع في المطلق، وكان مؤسسها الحقيقي هو علي عبدو إسماعيل، ومن أشهر تلاميذه شكري مصطفى، مع بعض قيادات وعناصر الإخوان اللي انشقوا في هذه المرحلة. بعد فترة من الزمن علي عبدو إسماعيل بحكم أنه راجل أزهري وعنده دراية بعلوم الفقه والشريعة قال لك لا أنا مش هكفر المجتمع في المطلق، لكن هخرج بنظرية جديدة اسمها نظرية التوقف والتبين. يعني ايه الكلام ده؟ قالك ان انا بدل ما كفر المسلم في المطلق، الاول اناقشه واشوف افكاره،
لو افكاره اتوافقت مع افكارنا يبقى الراجل ده مسلم، لو اختلفت يبقى الراجل ده كافر. بعد ما وضع علي عبدو اسماعيل نظريه التوقف والتبين وتحديدا سنه 68، جمع تلاميذه في صلاه الفجر وقال لهم ان انا اكتشفت ان احنا على فكر الخوارج، واني اتبرأ من فكري هذا مثلما اتبرأ من عباءتي هذه، وخلع عبايته ورماها. الموقف ده عمل أزمة كبيرة جدا بين تلاميذ علي عبدو إسماعيل، وبحكم أنه هو راجل متخصص في الفقه والشريعة لأنه أزهري، بدأ يعمل تفنيد لأفكار سيد قطب والرد عليها. الكلام ده ما عجبش طبعا شكري مصطفى اللي تم تنصيبه أميرا لجماعة المسلمين اللي هي جماعة التكفير والهجرة، وكانت البداية لجماعات العنف المسلح حتى وقتنا هذا. مراجعات علي عبدو إسماعيل كانت البداية الحقيقية أنه يحط مجموعة من الدراسات للرد على أفكار سيد قطب وكتاب معالم في الطريق، وتحت رعاية الأجهزة الأمنية بدأ يحط مجموعة من الملازم اللي هي كونت فيما بعد كتاب دعاء لا قضاء. يبقى المؤلف الحقيقي لكتاب دعاء لا قضاء مين؟ علي عبدو إسماعيل، الرجل الأزهري اللي هو كان برضو المؤسس الحقيقي لجماعة المسلمين أو جماعة التكفير والهجرة. طيب هنا سؤال مهم جدا بيطرح، ليه حسن الهضيبي حط اسمه على كتاب دعاء لا قضاء طالما أنه مش موافق على أفكاره؟ أولا حسن الهضيبي كان بيحاول انه يغسل سمعة جماعة الاخوان من قضية التكفير، وكان خايف ان المجتمع ياخد موقف من الجماعة في تلك المرحلة. نمرة 2، كان حسن الهضيبي بيعتمد منهج المراوغة السياسية اللي اتعلمه من حسن البنا لانه كان يعتبر استاذه. رقم 3، وهي دي النقطة المهمة، ان كان في مشكلة ما بين حسن الهضيبي وسيد قطب، وكان حسن الهضيبي بيحاول انه يورط سيد قطب. ليه؟ لان سيد قطب كان شاهد الاثبات ضد حسن الهضيبي في قضية محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في حادث المنشية. وهنكتشف ايضا ان حسن الهضيبي كان شاهد الإثبات في قضية تنظيم 65 ومحاولة قيام سيد قطب باغتيال الرئيس جمال عبد الناصر والتخطيط لإسقاط النظام السياسي في تلك المرحلة.